على الجانب الخططي طبعا احنا لعبنا في المباراتين 4-2-3-1. هقول لحضرتك الفوائد على طول او الايجابيات بتاعه المعسكر. طيب ندخل اول على الحالات. الحالات ماشي. اول حاجه في المكاسب طبعا انت لعبت المباراه الاولانيه، بس نقول التشكيل بتاع المباراه الاولانيه تحديدا لان ده التشكيل الاقرب اللي هيبدا مباراتين اللي هو المقاولين والزمالك. علي لطفي في حراسه المرمى طبعا مع عوده محمد الشناوي اللي هيكون اساسي. مش الاقرب قوي ما تتكش عليا قوي لان لسه لا مش الاقرب قوي هو يعني الراجل بيجرب بالظبط كده. انت عندك احمد فتحي، ربيعه، نجيب. ليه ربيعه ونجيب بياخدوا الماتشين اساسيين في قلبين الدفاع؟ لان ياسر ابراهيم هيبقى موقوف. فياسر ابراهيم دفع بيه امبارح في الشوط الثاني بس بالزبط. فهو بيحاول يجهز نجيب وربيعه. تمام. دي من ضمن المكاسب الاساسيه ان انت بترجع نجيب وبترجع ربيعه في ثنائيه قلبي الدفاع. معلول ناحيه الشمال، ثنائيه الارتكاز عمرو السوليه وحمدي فتحي، صالح جمعه، صالح العاب، رمضان صبحي جناح شمال، حسين الشحات جناح يمين، وقدام وليد ازار. تمام. المكاسب بصراحه اللي انا شايفها يمكن اول حاجه حسين الشحات بدات يعني انا هنشوف ان الموسم القادم ده بتاع حسين الشحات الضغوط هتكون بعدت عنه. ان الضغوط اللي هي المبلغ اللي كان جاي بيه، لا الموسم ده هيلعب بقى بدون ضغوط خالص، هياخد اريحيه شويه. ودي ميزه فتره الاعداد ويبدا بقى ياخد فرصته كلاعب مميز النادي الاهلي تعاقد معاه. يعني لو شفنا ارقامه هنلاقي ان هو لعب مباراه واحده، هو صنع هدفين واحرز هدف. حسين الشحات لو شفنا هنلاقي ان هو مميز جدا في الفيديوهات او في الحالات الفنيه اللي معانا، هنلاقي ان هو مميز جدا في التحرك بدون كوره. حسين الشحات بيتحول كراس حربه تاني بيخش. ادي اول حاله معانا الجبهه اليسرى القويه اللي ما بين رمضان وعلي معلول، شفناها في ماتش بيراميدز قبل كده. وادي حسين الشحات اتحرك لجوه للعمق وجاب جول. حسين الشحات قطع لجوه ودخل. ده من مميزات حسين الشحات، القدرات التهديفيه الكبيره اللي عنده. طبعا. الحالة الثانية هنبص هنلاقي حسين الشحات بيعمل اسيست، بيخش لجوه وبيعمل اسيست، بيعمل عرضية بتسبب في هدف. الحالة الثالثة هنلاقي برضه حسين الشحات اهو، ادي من مكاسب المعسكر الاعداد لعيب زي حسين الشحات. بيبتدي ادي صالح جمعه لعيب مهاري قوي قوي، بيلف بالمدافع قلب نص الملعب وهيبص لحسين الشحات هيعمل اسيست جميل لوليد ازارو. فاذا حسين الشحات بتتكلم في لاعب عامل 2 اسيست وهدف، بيبدا ياخد، بتبدا الضغوط تبتعد من عليه. وده برضو جزء نفسي وجزء بدني وجزء فني، الثلاثه في حسين الشحات بيتطبقوا على ان انت بتجيبه بدنيا بتستعيد حسين الشحات نفسيا وبدنيا ونفسيا، يعني حاجه مميزه جدا. بس هنا حسين دخل في قلب الملعب جوه بعد ما كان بيلعب على الطرف، بدا ان هو يتحرك للعمق. وعلى فكره لسارتي من الواضح ان هو في الوديات ان هو بيشتغل من العمق اكتر. من العمق ان هو التمرير الطولي، في تمريرات كتير قوي طوليه في العمق. يعني لو الناس تابعت المباريات الوديه هنلاقي ان هو عنده تمريرات طوليه في العمق كتير جدا، وحسين الشحات بيتحرك للعمق كتير جدا. تمام. السوليه تاني نقطه، استمرار توهج عمرو السوليه على المستوى الهجومي. عمرو السوليه هو الاكثر اسيست في النادي الاهلي في المباريات الوديه، عامل 3 عمرو السوليه اتطور بشكل كبير جدا على المستوى الهجومي مع لاسارتي، بيواصل الكلام ده. وعمرو السوليه ده بياكد لنا ان هو يعني كان لازم يكون في منتخب مصر، خاصه في طريقه لعب اجير 4-3-3. عمرو السوليه مميز جدا بالدور الهجومي، لو شفناه هنلاقي ان هو عامل 3 اسيست ممتاز. ادي اول اسيست معانا اهو، ادي الاسيست لرمضان. رمضان بقى بيخش وبيشوط، دي حاجه برده من ضمن المكاسب. تسديدات رمضان كنا دايما بيقولون رمضان تسديداته قليله. ادي الاسيست الثاني لعمرو السوليه، والدور الهجومي لعبها لحسين الشحات وبيكمل. ده الاسيست الثاني. الاسيست الثالث بتاع الماتش بتاع امبارح اهو، هيكمل وهياخد. بص هو اللي بدا الهجمه عمرو السوليه، هو اللي هيصنعها. يعني هو البدايه كانت من عند عمرو السوليه وبعد كده هو اللي هيصنعها، بدا بيها وكمل بيها لغايه ما تكمل بيها. هيلعبها لاحمد الشيخ، احمد الشيخ هيجيب جون جميل جدا. النقطه اللي بعد كده من ضمن المكاسب برضو احمد الشيخ. احمد الشيخ يمتلك قدرات تهديفيه عاليه. انا يعني وجهه نظري ان انا مش مع رحيل احمد الشيخ نهائي، سواء على الاعاره او على البيع. ما حدش اتكلم في اعاره او بيع. يعني لا يعني بصفه عامه احمد الشيخ بصراحه بيمتلك قدرات تهديفيه كجناح يعني مميزه جدا. قدرات يعني نادر ان انت تلاقي جناح هداف، عمله نادره دلوقتي في مصر ان انت تلاقي جناح هداف، ده حاجه مميزه قوي. فاحمد الشيخ بصراحه بيقدم، هو هداف الاهلي في المباريات الوديه، جايب 3 اهداف وصانع هدف، يعني مساهم في 4 اهداف في مباراتين. تمام. وما لعبش الماتشين كاملين، ده لعب الماتش الاولاني 45 دقيقه والماتش الثاني 45 دقيقه. وبالتالي لعيب مميز جدا، والفينش بتاعه ادي اهو، ده الفينش، ادي الاسيست اللي عمله. دي الحاله الاولى؟ دي الحاله الاولى، عمل اسيست لصلاح محسن اهو. احمد الشيخ مميز قوي بالاختراق من العمق وبالار 2 بتاعته. هنبص بقى على الار 2 اللي هي الار 2 اللي هي التسديده اللي بتبقى في الزاويه البعيده اهو. هيستلم وهيقطع الكوره وهيحط ار 2 في البعيده. ده هو مميز قوي، الفينش بتاعه عالي قوي. يعني احمد الشيخ من المكاسب الكبيره جدا
اللي انت تقدر تستغله تمام في المباريات الجايه. بص بص، حسين ناصر ماهر هيلعبها له، احمد الشيخ هيحطها برده في البعيده ار 2. ده لا دي في القريبه، دي في القريبه، دي حد من ضمن الحالات برده، من ضمن التسديدات اهي ديت، هيعدي وهيحطها في البعيده. احمد الشيخ هداف، يعني نادر ان انت تلاقي دلوقتي جناح هداف. من ضمن المكاسب اللعيب مسجل 3 اهداف، ده الجون الاخير، وهي فرصه كمان يا دكتور احمد معسكر الاعداد لما بيكون كل اللعيبه معاك، انت فرصه انك تشوف كله عشان لما تيجي ترجع مصر تشوف متطلبات المرحله الجايه محتاج كم واحد في كل مركز وتشوف الاستعداد ازاي. برافو، لان يعني انت في كل مركز انت خلاص انت حددت مثلا عندك جرالدو وعندك احمد الشيخ، هل هتحتاج بعد كده ولا لا؟ فدي دي ميزه معسكر الاعداد للامانه. طيب قلنا برده عوده ثنائيه محمد نجيب ورامي ربيعه من ضمن المكاسب المميزه جدا. تمام. جبهه معلول ورمضان صبحي ناحيه الشمال، سواء رمضان بيخش للعمق وبيخترق، من ضمن المكاسب. التشكيله انت جهزت 2 صناع العاب، صالح جمعه بياخد فتره الشوط الاول وناصر ماهر بياخد الشوط الثاني، جهزت 2 باك يمين، احمد فتحي ومحمد هاني. باسم علي اخذ ناحيه الماتش اللي فات عشان محمود وحيد مصاب، لسه نازل النهارده اول تمرينه، بس انت عندك برده ناحيه الشمال علي معلول وعندك محمود وحيد، جهزت الثنائيه ديت سواء رامي ربيعه ومحمد نجيب ودخلت عليهم ياسر ابراهيم. تمام. في الارتكاز حمدي فتحي وعمرو السوليه، ودخلت عليهم حسام عاشور ودخلت هشام محمد. المهاجم هداف زي صلاح محسن، مهاجم كويس جدا، بدات برده ان انت تدخله مع وليد ازارو. في نقطتين انا شايف ان هم لازم لاسارتي برده يركز فيهم في الفتره الجايه، في معسكر الاعداد ده تحديدا، لازم تستغل ان انت في معسكر الاعداد في الفتره دي تشتغل على الضربات الثابته والضربات الركنيه. لازم لاسارتي في الفتره دي، عايزين نشوف بقى جون من ضربه ركنيه او من ضربه ثابته، لازم تحفظ اللعيبه في الفتره دي شغل الضربات، التكتيك الضربات الركنيه، سواء هتلعبها على القريبه هتصلحها. تمام. على القريبه او البعيده، ده جزء مهم جدا. الحاجه الثانيه اللي محتاجه برده لاسارتي في الفتره دي ان انت تجرب طريقه لعب ثانيه، دي حاجه مهمه جدا. مش شرط ان انت تبقى 4-2-3-1، عايز يعني المباراه الجايه ان انت تجرب 4-3-3، تجرب طريقه لعب ثانيه، لان انت في بعض عنده مباراه ثالثه ممكن نشوف في بعض الاوقات محتاج، يعني هم النقطتين دول اللي محتاجين تطويرهم برده من لاسارتي، نقطه الضربات الركنيه والضربات الثابته لازم اللعيبه تتحفظها، النقطه الثانيه ان انت محتاج طريقه لعب ثانيه تجربها، حاجه مهمه جدا.